التحقيق اللي عم بيصير بمخابرات الجيش ولدى فرع المعلومات لم يتم إعلام المحامين بأسماء الموقوفين، لم يتم إعطائنا معلومات دقيقة وكاملة عن الموقوفين، ولم يسمح للمحامين بمقابلة الموقوفين. وعلي صور الظلم وعلي اليوم الثورة تشيل مدخل. في أشخاص ظهروا من أحد فروع المخابرات، كان المحامي مرق سأل بهيدا فرع المخابرات اللي هو تحديدا فرع المخابرات الإبي إذا هالشخص موجود عندهم، قالوا له نحن نقلناه صار بوزارة الدفاع. وتاني نهار بيظهر هيدا الشخص من مخابرات الإبي وبيبلغ المحامي تبعه إنه هو بقت يومين بمخابرات الإبي ولم ينقل إلى وزارة الدفاع، وبالتالي تم تزويد المحامي بمعلومات مغلوطة. أخذوه وما بنعرف شيء، المحامية بس بيقولوا لنا إنه ما في عليه شيء، كلهم شافوا الملف تبعه ما في عليه شيء، ولا صورة بدينه ولا أي شيء بتليفونه بكل شيء، وكلنا من اللي بقى عجينا كتار يعني كرماله. حبس الثوار حرب خيالي، وقالوا حرية وقالوا هنود، اللي بيحبس بالثوار، اللي بيحبس بالثوار، بينه وبينه دم ودار، بينه وبينه دم ودار. حتى في حال عدم حضور محامي يجب أن تصور التحقيقات، لأنه هذا الشيء بيمنع أي تلاعب أو ضغط أو عنف جسدي على الشخص اللي عم يتحقق معه، وبتثبت بالصوت والصورة أنه هو انسأل عن المادة 47 إذا هو بده محامي وأجاب بكلا أو أجاب بنعم. فت بالجوا بعد المكافحة عن الشباب، بلش يخنزروا المكافحة، وغير انه المكافحة كان في وراهم جيش كان عم بخبط بالبارودة على الراس، اكلتها عصاي على الرقبة من المكافحة واكلتها بارودة على الراس من الجيش، وغير انه كانوا عم بشدوا الشعر. مع ذلك انه كنت عم بقول لهم انا عمري 19 سنة. كل عسكري بمد ايده على انسان مدني اعزل راح نتابعه وراح نجيب له صوره وراح نشوف اسمه مين، ومفروض نضلنا وراه ونتابعه لحتى نحاكمه. نحن شفنا خلال هالسنة اللي قطعت عنا من 17 تشرين لليوم سنة وشوي، دائما كل شخص كان عم يتوقف من قبل القوى الأمنية ضمن التظاهرات كان يحال إلى المحكمة العسكرية بتهمة جاهزة معلبة، هي المشاركة بأعمال شغب أو معاملة قوى أمن بالشدة أو مقاومة سلبية لقوى الأمن، أي أنه طلبوا منه قوى الأمن يظهر من الطريق، ما ظهر من الطريق هي يعتبروها مقاومة سلبية. ولكن ما فينا نتركهم بظروف الموجودة حاليا، خاصة أنه في كورونا في خطر على حياتهم، عدد كبير من ثوار طرابلس اللي أطلق سراحهم تبين أنه أصيبوا بكورونا أثناء التوقيف، وبالتالي نحن عم نجي نناشد اليوم انه هالتوقيف اليوم لا مبرر له، خاصة انه الملفات هي فارغة من اي عمل جرمي بيستوجب هالمدة من التوقيف. مع اصرارنا الدائم على ضرورة تعديل قانون المحكمة العسكرية واختصاص المحكمة العسكرية لحتى يبطلوا المدنية يحاكموا امام القضاء العسكري بصرف النظر عن الجرم اللي هن متهمين فيه. وكل ما عم بيزيد ضغطكم كل ما عم بيزيد النقمة عليكم، والناس رح تنزل اكثر. تتوقفوا الناس تنزل على الشارع، انا بقول لكم حققوا لهم مطالبهم، أعطوهن حقوقهن.